من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية يقام حاليا معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتمحور معرض الكتاب هذا العام حول هوية مصر. معرض الكتاب يشارك به العديد من الشعراء والكتاب الشباب. من هنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب دعونا نتصفح الإصدارات ونلتقي بالشباب. أهلا بكم. أنا بتمنى الناس تبدأ تتذوق الشعر بشكل معين، تتذوق الكلمة، لو تذوق الكلمة بشكل معين هيبدأ يتذوق حاجات كتير بعدها. الرسالة المعينة اللي أنا بوجهها لكل اتنين يبدأوا يتعلموا من المواقف بشكل يعني أفضل، إيه اللي ممكن يحصل معاهم وإيه اللي ممكن يعدوه من المرحلة دي. النهارده بشارك في المعرض باربع مؤلفات قانونيه كلها عن الملكيه الفكريه، مصنفه ان في مؤلف جنائي مؤلف تجاري ومؤلفين دولي، كلهم بيتكلموا عن الملكيه الفكريه واثرها على المجتمع وازاي نحميها، لان ده بقى نفط المستقبل. يعني احنا كنا زمان لو كنا بنتكلم عن البترول هو النفط، النهارده النفط. يعني ايه نفط؟ يعني كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلامات التجاريه البراندات الكبيره هي دلوقتي الدول كلها والاقتصاد العالميه قايمه عليها، سواء في امريكا سواء في الاتحاد الاوروبي، سواء المنافسه بين أمريكا والحرب بالمنافسة وأمريكا والصين. كتابي كنوز عربية أعلام الصالون الثقافي العربي، بشتغل عليه بقالي 3 سنين بالظبط. كانت مجرد فكرة انه انا من اول ما دخلت الجامعة العربية وانا نفسي اتناول جزئية القوى الناعمة والفكر والثقافة في الدول العربية بشكل عام. بدأت ان انا عملت ملف عن العراق بتناول فيه القوى الناعمة العربية للعراق، خدت عنه جائزة الصحافة، نقابة الصحفيين، جائزة محمد عيسى الشرقاوي، وفكرت بعدها انه انا عايزة اكمل، انا عايزة ابقى في الاتجاه ده، القوى الناعمة العربية، انه دي ازاي ممكن تنهض بيها الشعوب وتأثر ازاي وتوصل رسالة مهمة جداً.